لولا طلع أول مرة للحين مش عارف فموين مش عارف أشوف مش عارف فموين الأربعة أشهر ما شفتهمش لا مرتي ولا ولادي ولا أحفادي. ثلاث أيام قعدنا بالشارع وانت من السبعة ما فيش لا خيمة قويلة ولا إشي، اضطرينا نيجي في الباص وبرضه ولسه سجعانين لحتى الآن سجعانين وتعبانين. أنا زلمة كبير صرت أبول كتير، عييت الولاد صغار سجعان كل شيء. إذا كنا نبلع اللقمة طقة واحدة كنا ناكل في اليوم عشان خط الأولاد دف بعضنا نزع بعضنا، كنا ننام على الكراسي فكنا الكراسي وعملنا زي ما أنت شايفين هذه اللتفة وعلى كل حال يعني بس الشتاء لما تيجي تندف علينا. احنا كنا من الشمال اهل الشمال نزحنا لاهل الدير وفرنا على كذا مدارس وكذا هذا يعني مراحل نقعد فيها في الشارع، قعدنا ثلاث ايام في الشوارع يعني ونطالب في الناس يعني سترونا. في الاخر جينا في كليه الدعوه الاسلاميه هنا لقينا باص ومشينا حنا الحمد لله. الوضع وضع سيء يعني شويه معيشه كما كانش معنا عافش ولا حاجه يعني جينا ب سنتين الحمد لله وانا جوزي مبتور رجله مبتور مصير يعني اصابات هنا في الحرب او يعني في مستشفى جوزي مش قادر تعبان يعني هاي موجود شلا انا وياه يعني وبنتي وانا راح حامل وهي بنتي كانت تعبان لها يومين في المستشفى كانت يعني عندها التهابات شديده وشيل حنا في اكل المعلبات يعني وصابنا جفاف بين السبع جفاف والتهابات شديده من المعلبات يعني وانا يعني المراه مش تغذيه يعني اغذي حالي وامشي حالي يعني الحمد لله. وضع الاقتصادي صعب يعني بيني وبين جوزي ما عندناش وضع اقتصادي يعني ماده ان نجيب يعني خضره ونشتري زي هيك نمشي حالنا بنمشي حالنا بالمعلبات.